ربنا يعني يغفر لها. إلهام، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكي. أستاذة ريان، ازي حضرتك؟ أهلا عاملة ايه؟ بيكي، اتفضلي. على فكرة أنا بحب حضرتك في الله، وبقول لك كملي في اللي أنت فيه، وربنا يا رب يديكي خير المكان اللي أنت فيه ويكفيكي شره يا رب. وأنا بحبك في الله، ربنا يخليك، وبحيي البرنامج بتاعك على فكرة، إن على طول أنا بتابع البرنامج بتاع حضرتك. ربنا يخلي حضرتك أنا لنا بعمل الشرف. بص على حاجة صغيرة، إن البنت أنت شفتي نظراتها إزاي؟ مفيش دمعة نازلة منها. لا 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 لا، ما عيطتش خالص. يعني انت شفت حضرتك مفيش دمعة نازلة منها، حتى نظرتها غريبة. يعني عدم الدين وعدم يعني لا، اللي عايزه اقول لك برضو ان احنا في في ناس قلبك. كتير قوي منا عايشين احنا مع بعض كده، واحنا مرضى، يعني احنا في مرضى عايشين حوالينا واحنا بنعاملهم عادي على انهم ناس اسوياء، وهم مش اسوياء. يعني البنت دي اكيد مش سويه نفسيا. يعني يعني رد الولد على حضرتك ما كانش عاجبني. يعني انت في الاول حضرتك بتساليه، هو رده يعني مش طبيعي. بقول لك ايه، لا سيبك من اي حاجه، وبعدين هم دول اتنين انت شايفه ان هم خايفين من جريمه هم عملوها، او من حكم هيتحكم لا عليهم؟ طبعا لا طبعا لا مش طبعا، خايفين؟ هي قاصره، كبرها حدث، هتبقى حدث تخش الاحداث وتطلع تبقى برضه مجرمه. يعني هو ده قانون البلد؟ يعني لا، المفروض القانون يتغير. يعني انا شايفه ان هي لا هي ندمانه ولا هو ندمان، وبعدين في الاخر يقول لي طب راي حضرتك ايه؟ انا بقى اصبت بالشلل دماغي ما بقتش بعد عارفه شر اقول ايه، عليكي، ربنا يكفيك شر اللي يجيكي ما حبيبتي. بقتش لا عارفه يعني اقول ربنا ايه، يعني يكفي رزقك. رايي في ايه. وبعدين هما بيتكلموا ان عادي، ان اللي حصل ده عادي، وبعدين راح يعني جاي بيقول لك الدليل يلعب على عليها. اني كنت متلخبط ان السكينه غرزت في ايدي. يا شيخ ده قطع ايدك. تمام، في حاجه بس انا يعني انا عايزه اقول لحضرتك، يعني هو قتل عشانك، ففي الاخر انت بعتيه، وفي الاخر هو باعك، يبقى فين الحب؟ مفيش حب، في 43 ألف، الحب في المفروض، 43 الحب ألف جنيه الطبيعي. كانوا في الدولاب، في 43 ألف برافو جنيه عليك، كانوا في الحب الدولاب. الطبيعي بيجي بالعشره، مش بيجي الحب اللي بالهيمنه اللي بالتليفونات. مفيش حب ولا وبعدين حاجة. في حاجه كمان انا عايزه اقولها لحضرتك، يعني هو كمان مسجل لها شريط فيديو، مش عارف. صح؟ مش هو قال لحضرتك كده؟ يعني هي ممكن تكون عملت كده تهديدات منه؟ لا لا لا، ده هي اللي مقترحة عليه، وهي اللي مديله مفتاح الشقة، وهي اللي قايلة له الميعاد اللي هترجع بيه من المدرسة وهي معاه. ما هو شكله مدمن، يعني هو ممكن يكون كمان كان مهددها بالفيديو. حتى لو كان كده، مش مدمن اكتم نفس امي للأسف، يعني وقت حاولت اخويا التمس لهم أي الصغير. عذر، مفيش مفيش خالص. عذر ابدا أنا استاذه، انا بشكرك قادر ايه. جدا، وزي ما بقول والله احنا بس لو اتفرجنا كده على الافلام القديمه ولقينا الناس ازاي كلها شيك، وازاي بتقول مساء الخير وسعيده اللي كانوا بيقولوها الاول دي، ويخلوا الستات تمشي الاول. احنا لما بنمشي في الشارع دلوقتي، السلوك اللي بنقابله طول الوقت، طول الوقت قله ادب. ربنا يعني يغفر لها. الهام، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكي. أستاذة ريان، ازي حضرتك؟ أهلا عاملة ايه؟ بيكي، اتفضلي. على فكرة أنا بحب حضرتك في الله، وبقول لك كملي في اللي أنت فيه، وربنا يا رب يديكي خير المكان اللي أنت فيه ويكفيكي شره يا رب. أنا بحبك في الله، ربنا يخليك، وبحيي البرنامج بتاعك على فكرة، إن على طول أنا بتابع البرنامج بتاع حضرتك. ربنا يخلي حضرتك أنا لنا بعمل الشرف. بص على حاجة صغيرة، إن البنت أنت شفتي نظراتها ازاي؟ مفيش دمعة نازلة منها. لا 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 لا، ما عيطتش خالص. يعني انت شفت حضرتك مفيش دمعة نازلة منها، حتى نظرتها غريبة. يعني عدم الدين وعدم يعني لا، اللي عايزه يزرع اقول لك برضو ان احنا في في ناس قلبك. كتير قوي منا عايشين احنا مع بعض كده، واحنا مرضى، يعني احنا في مرضى عايشين حوالينا واحنا بنعاملهم عادي على انهم ناس اسوياء، وهم مش اسوياء. يعني البنت دي اكيد مش سويه نفسيا. يعني يعني رد الولد على حضرتك ما كانش عاجبني. يعني انت في الاول حضرتك